الآن تعقد الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للشباب المخصصة لتناول رؤية جديدة للتعليم بمشاركة سيادة الرئيس تحت عنوان التعليم المدمج رؤية جديدة للتعليم المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. خمس آيات واضحة الدلالة تشير بوضوح إلى أن الطريق الوحيد للإنسان في الحياة هي التعليم والبحث العلمي. يقول شعراؤنا القدامى أمير الشعراء أحمد شوقي متحدثا عن أهمية التعليم: إني نظرت إلى الشعوب فلم أجد كالجهل داء للشعوب مبيدا. أما حافظ إبراهيم فيقول: العلم يبني بيوتا بلا عمود، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وعالمنا الكبير الراحل أحمد زويل الذي كان يؤمن أن مصر تستطيع فيقول: المعرفة نور الحياة. أرحب بحضراتكم في باكورة فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب وفي ورشة البحث العلمي التي تتناول عرضا تقديميا لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يتعلق بالتعليم المدمج. هذه الندوة وهذه الورشة تقام على شرف عالمنا الكبير الدكتور فاروق الباز في إشارة الذي يمثل مع نخبة من علمائنا رأس القوة الناعمة لهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا. فأرحب به في البداية دكتور فاروق، أهلا وسهلا، بشكرك على وجودك معنا ولقائك الشباب. يعني شكرا جزيلا، وأشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوتي للمشاركة هنا، لأننا في حقيقة الأمر أهم حاجة عندي أن أنا أشوف الشباب بتاع مصر في أحسن صورة من في العلم والمعرفة، ومش مش بس في التعليم، لا في البحث العلمي والتقدم التكنولوجي في جميع المراحل. لان انا عارف ان انتم ممكن تعملوا ان طيب. اي واحد فينا بيطلع ويثبت لزمايلنا ان احنا قادرين، انت كل واحد فيكم قادر وكل واحده فيكم قادره انكم تمثلوا مصر احسن تمثيل. عشان كده انا سعيد ان انا اكون مع الشباب دول، لانهم حقيقه رمز من رموز العلم والمعرفه اللي في مصر ان احنا نحتفي بيهم. ليه؟ لانه احنا عارفين ان الدول لا تتقدم الا بالعلم والمعرفه، ومفيش مفيش اي دوله تقدمت من الدول الاسيويه دي الا كان صلحوا التعليم الاول. احنا من حوالي 10 سنين عملنا اجتماع في مكتبة الاسكندرية، جبنا الناس من ماليزيا ومن كوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، وقعدنا نتكلم معاهم كده: انتوا ايه عملتوا ايه في المجتمعات بتاعتكم عشان توصلوا لهذه الدرجة؟ كلهم قالوا صلحنا التعليم الاول. الراجل بتاع الناس اللي كان مسؤولين عن التعليم في كوريا الجنوبية قال لنا: احنا اجتمعنا كلنا وقررنا كده ان احنا التعليم هياخد مننا 7 سنين. فقلنا خلاص نواجه الشعب، شعب بلدنا كله، ونقول له 7 سنين هنصلح التعليم. اوعى حد يقول لي ارصف شارع ولا اعمل مصنع، بل هيصلح التعليم الاول وهو ده اللي يعمل الشوارع ويبني المصانع وكذا كذا. معناه قال لي خدت الحكايه دي 11 سنه يا دوب خلصنا من هنا، وليبيا كانت علمت على النهر الصناعي العظيم، عملوا انابيب وعملوا كذا وكذا، فاحنا تقدمنا، كان العرض بتاعنا احسن واحد. خدنا ال 20 سنه دول نبعت الولاد بتوعنا اللي اتعلموا كويس خالص ويرجعوا يتعلموا ويقعدوا في ليبيا 3 4 سنين ويرجعوا تاني 3 4 سنين. قال لي كل واحد اشتغل في البتاعه دي رجع مهندس محترم، والعمال اللي هناك اشتغلوا. معناها ان الواحد لما يعلم يبقى عنده القدره وانه يتبحر في كل شيء. كذلك ان العلم والمعرفه بتؤهل للناس انها تفكر اكتر وتبدع في الفكر. احنا عندنا في مصر الحكاية دي مهمة للغاية، لان احنا عندنا شباب يعني العقل بتاعهم هايل جدا، وممكن الواحد يسقله من الاول كده في البداية يعلمه تتعلم ازاي ويمشي الدنيا، لان كل حاجة كبيرة في الدنيا، كل حاجة عظيمة في كل الدول اللي عملها الشباب. صحيح. اقول لكم مثلا على حكاية بتاعت ولا عايزين سامنح سيادتك الفرصة كاملة يا دكتور فاروق. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
الضافية استهلالية. شكرا لعلمنا الكبير. اذا كما تفضل دكتور فاروق الباز، ما في امة على وجه الارض نهضت من دون التعليم والبحث العلمي. المتتبع حتى لبرنامج الذي نحمله بين ايدينا يجد ان كثيرا من الورش كلها يصب في التعليم والبحث العلمي، وتبحث كيفية النهوض بالتعليم والبحث العلمي في مصر. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يكون الحقيقة اول مشاركاتي في فعاليات هذا المؤتمر هي هذه الورشة، ليس فقط تكريما لعلمنا الكبير ولكن ايمانا بالشباب وبأهمية هذا المحور. اسمحوا لي ان ارحب بضيوف المشاركين في هذه الندوة، وسأبدأ بشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. اولا لدينا ضيفة هي الاستاذة انجي محمد فران، هي تمثل حزب المصريين الاحرار في هذه الندوة. برحب بك استاذة انجي، اهلا وسهلا. الأستاذة هبة الهواري البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، الأستاذ عمرو محمد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وهاجر التونسي، وثلاثتهم سيقدمون لنا يعني عرضا عن مفهوم وأهمية التعليم المدمج. أما المنصة الكريمة التي ستقوم بالتعقيب بعد 10 دقائق، وسنمنح كل متحدث يعني حوالي 3 دقائق، وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي والبحث العلمي، شكرا جزيلا لحضرتك. الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مرة أخرى مرحبا بعلمنا وضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور فاروق الباز، الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومعنا أيضا النائب الدكتور عبد الله علي عضو مجلس النواب. إذا هبة الهواري تتفضل وزملائها بهذا العرض المتعلق بالتعليم المدمج، رؤية جديدة للتعليم المصري. مساء الخير، النهارده هكلم حضراتكم في العرض عن التعلم المدمج كرؤية شبابية لتطوير التعليم المصري. في الحقيقة لا نستطيع ان نغض النظر عن الفجوة بين عدد الطلاب الراغبين في التقدم والالتحاق بالمدارس وعدد الفصول المتاحة اللي هي اقل بكتير، من هنا تظهر أهمية التعلم المدمج. الأهداف: اولا بالنسبة للمعلمون، استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خبرات تعليمية للطلاب، كمان تحويل المقررات الدراسية الورقية إلى مقررات قائمة على التعلم المدمج. ثانيا الطلاب، من أهم الأهداف هي تنمية روح العمل الجماعي مع الأقران، وإن احنا نتبادل ونتشارك في المعلومات. والنقطة الثانية تنمية مهارات التعلم الذاتي، بإن الطالب بيقوم بنفسه بالبحث عن المعلومة، وده بيكون أحسن وسيلة إن هو يحتفظ بيها لفترة أطول. الإجندة بتاعتنا هنتكلم عن تعريف التعلم المدمج، كمان تطبيق التعلم المدمج في التعليم المصري، نماذج تصميم التعلم المدمج، وأخيرا فرص والتحديات التي تقابلنا عند التطبيق. التعلم المدمج رؤيتنا هي تطبيق التعلم المدمج كحل لتطوير التعليم المصري. اتفضلي زميلتي. اولا احنا لازم نعرف يعني ايه تعلم مدمج. التكنولوجيا بقت جزء من حياتنا اليومية، وما ينفعش ان التعليم في مصر يفضل منعزل تماما عن الواقع. دور التعليم ان يوصل لكل طالب، دورنا ان احنا نلبي الاحتياجات، مش دورنا ان احنا نقدم واقع بعيد تماما عن احتياجات الطلاب. ما نقدرش ننكر ان مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد بقت جزء لا يتجزأ من حياة المصريين ومن حياة البشر في العالم كله. عشان كده احنا بصينا الرؤية الجديدة للتعليم، قلنا احنا محتاجين ان احنا نجمع بين التدريس التقليدي اللي موجود في مدارسنا، وبين ان انا استفيد من الوقت اللي بيضيعه الطالب يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي. فعشان كده قلنا يبقى التعلم المدمج. يعني ايه مدمج؟ يعني هندمج بين احسن ما يمكن ان يقدمه التدريس التقليدي وافضل ما يمكن ان نستفيد منه من التعلم عبر شبكة الانترنت. طيب ايه اكتر حاجة دلوقتي الناس بتستخدمها؟ اكيد هي مواقع التواصل الاجتماعي. كلنا الموبايلات بتاعتنا عليها ابليكيشنز، يعني الصورة دي بتوضح الابليكيشنز ويمكن اكتر كمان، وكل يوم في جديد. 2003 ظهر السكايب، والناس كانت بتعمل كونفرنس كولز، وابتدت كمان كلاسز من دول تدخل تعمل كونفرنس كولز مع كلاسز من دول اخرى. وتم استخدام السكايب خصوصا في تبادل الخبرات لما بندرس لغات، ان انا اروح مع النيتف سبيكرز الناس متحدثين اللغه الام، وابتدي اعمل معاهم فصول افتراضيه، الطالب قاعد في مصر وبيكلم طالب زميله في فرنسا في انجلترا، بيتعلم الاكسنت الاصليه وبيتبادل معاه خبرات وثقافه، وازاي ان احنا نقدر نجمع الامم والاختلاف ونبص على اوجه الاتفاق ما بيننا. 2004 ظهر الفيسبوك، والفيسبوك كلنا عارفين اثر ازاي بالذات في الدول العربيه وغير مجرى حياه امم ومجرى حياه دول. 2005 ظهر اليوتيوب،
واليوتيوب كان سلوجان بتاعه برودكاست يور سيلف. دلوقتي انت بقى من حق كل انسان، كل انسان يقدر ان هو يقدر ان هو ينتج المعرفة، وده الهدف. خلاص احنا ما بقيناش ينفع نتكلم ان طالب في عصر المعرفة يعتمد ان هو في مدرس واقف كل وظيفته انه عايز يسئل معلومة. ده ما بيحصلش في اي دولة في العالم. ولو بصينا لمناهجنا هنلاقي عندنا كم كبير لو قارناه بدولة زي فنلندا. فنلندا شعارهم ان الطفل لازم يحس بطفولته. فنلندا ما عندهمش واجب مدرسي بيزيد مدته عن 5 دقايق. واحنا للأسف الشديد ليه دايما ما زلنا بعيد وفي جزر منعزلة وفي جدار من القدسية والمدرسة قفلت على نفسها وانفصلت عن البيت وعن الطالب. بالعكس دلوقتي الطالب لازم يبني المعرفة بنفسه، لازم يكون شريك أصيل في عملية التعلم. الكلمة اللي قالها دكتور فاروق دلوقتي هي كلمة لحل التعليم في مصر، أعلمه إزاي يتعلم، هو ده اللي هو محتاجه. أنا اللي بقعد أشرحه النهاردة وأضيع فيه 10 ساعات مع الطلبة ممكن بعد 2 3 شهور خلاص يظهر الأحدث منه وينتهي، لكن أنا لما أوجهه على الطريق ان هو ازاي يقدر ان هو نقدر قوي نستفيد من الانترنت، ان احنا نجيب فيديوهات تفيدنا، ان احنا نجيب صور، ازاي ان المدرس لازم يكون عنده التكنولوجيكال سكيلز ان هو يقدر يوصل المعلومات دي للطلاب. كفاية بقى فكرة ان المدرس مقتنع ان هو يبقى شاطر لما الابرة ترن على الارض، ده مش مدرس، ده ديكتاتور. المدرس يبقى شاطر لما يبقى في فوضى خلاقة في الفصل. يعني ايه فوضى خلاقة؟ يعني عندي اهداف انا بحققها، ازاي ان الطلاب مع بعض بيتشاركوا الاراء والافكار وبيدوروا عن المعلومة وانا بدخل كجايد ليهم اوجههم ايه الصح من الغلط. انا كده دوري بيقل، لان انا لازم دور المعلم يقل، لازم الطالب ده يعتمد على نفسه. غير ان كمان فكرة ان هو يقبل ان حد دايما هو اللي متحكم فيه خلاص انتهت. فازاي ان انا اعلمه الاستقلالية؟ كمان انا بقول مواقع التواصل الاجتماعي لان في الاعلام نظرية اسمها دوامة الصمت. فلو احنا لو يعني ايه بمعنى ان لو كل السوشيال ميديا اصبح هدفها ان هي تخدم البلد، البلد دي تقف على رجلها، هننشر الايجابية، هيبقى في معلومات ايجابية. لو كل الطلبة بتستخدم السوشيال ميديا في التعليم مش هيبقى في خراب في البلد. وليه السوشيال ميديا؟ الموبايلز موجودة في كل حتة وفري اكسس، كلنا نقدر ندخلها. الاستخدام بتاعها انا مش محتاجه كمدرسه ان يبقى عندي بروجرامنج سكيلز عاليه. زمان كان في الـ يعني الدوس ولغات كده للبرمجه صعب ان اي حد يتعلمها، لكن اي حد مننا ناس مش متعلمه تلاقوها بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. طيب هي جزء من حياه كل الطلاب، ليه انا كمدرس ما ابتديش ان انا استفيد من الحاجات اللي عندي في المنهج اقدر احولها لانشطه تفاعليه؟ ما ينفعش ان انا لما اجي ادرس درس قراءه الطالب يحس بالملل مني ويزهق. طب انا ليه ما ابتديش احط له لينكات يدوس على اللينك ده يطلع له فيديو يشرح له حاجه، يدوس على اللينك ده يشوف مناظره اتكلمت عن الموضوع ده في دوله تانية، تطلع له صوره، يطلع له سؤال فيجاوب، فيوصل له فيدباك اوتوماتيك، ياخد تغذيه راجعه فوريه، يحس ان انا موجود معاه. لما هو خلاص الطالب تفاعل مع المحتوى عارف اجابته صح ولا غلط، انا كده قدرت اجذبه ليا وقدرت اتواكب مع العصر. التكنولوجيا غيرت حياه الناس، ما ينفعش تفضل بعيده عن مدارسنا. تعريف التعلم اختلف. كان زمان كلمه ليرنينج دي مع واحنا طلاب في كليه التربيه كنا نحفظها القدره على اكتساب المعلومات. دلوقتي كلمه ليرنينج معناها كونتينوس كونفرسيشن، حوار مستمر. في حوار مستمر، لما يكون في حوار معناها مفيش قهر، مفيش كبت، مفيش خراب، مفيش حريه. احنا كلنا موجودين عشان البلد دي تقف على رجليها. عشان كده احنا بنقول ان لازم نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. لو بصينا للفيسبوك نقدر نعمل فيه جروب ونضم الجروب ده، كل مدرس يقدر يضم الجروب، يضم الطلبة بتوعه على الجروب، يقدر ان هو يشير فيديوهات، بديهم فرصة ان هم براكتس ازاي يمارسوا حاجات مختلفة ويطبقوا. لو بصينا 3 دقايق عشان اعطي فرصة لعمل تويتر
140 كاركتر، يعني انا بنمي القدرة على التلخيص والتفكير الناقد. اليوتيوب معناه اني بديله الحرية يعبر عن رأيه. القصيدة دي هو هيلقيها وهيشيرها لزمايله وكلنا هنستفيد وهيبقى في تبادل خبرات. الايد مودو لما ظهر 2008 ده ظهر كان الهدف منه التعليم، ده منصة تعليمية لان فيها اكسس كود والمدرس يقدر ان كل طالب ياخد الاكسس كود وهو بس الطلاب بتوعه هم اللي هيدخل. شكرا هاجر، شكرا هاجر. عمرو الفرص والتحدي. هو عموما انت خدت من وقت عمرو فهو باقي لعمرو دقيقتين. تمام. بشكر حضراتكم جدا وبشكر زميلاتي الفضليات. انا هكلم حضراتكم عن اهم مميزات التعليم المدمج. اول حاجه من اهم مميزات التعليم التعلم المدمج هو تفريد التعليم. ما معنى تفريد التعليم؟ هو تقديم نفس المحتوى العلمي اللي بيقدم بطريقه تقليديه في المدارس ولكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي زي ما تفضلت زميلتي دكتوره هاجر وتفضلت وشرحت لحضراتكم. ممكن اقدم التفريد، ممكن اقدم نفس المحتوى بس بصور مختلفه تخدم الفروق الفرديه الواضحه ما بين الطلاب وبعضهم. في طالب يتلقى المعلومه سمعيا ده كافي بالنسبه له جدا، في طالب تاني يتلقاها بصريا، في طالب بيشغل كل حواسه عشان يقدر يتلقى المعلومه. فلو قدمتها له انا بالصوره دي بصوره سهله وبسيطه وكمان هو بيحبها، هو كل الطلبه، انا مدرس عندي كل الطلبه في المدارس بتخش على السوشيال ميديا، تعالى تويتر وفيسبوك، لو انا جذبتهم بدل ما يستخدموا المواقع التواصل الاجتماعي استخدام دار، قدمت لهم نفس المحتوى العلمي ويكون بطريقه شيقه اكتر على نفس المواقع اللي هم بيستخدموها، ده هيجذبهم اكتر وهقدر احد كتير جدا من انهم يستخدموا المواقع دي استخدام خاطئ. تاني حاجه، تاني ميزه من مميزات التعلم المدمج هي المرونه. معنى كلمه المرونه هو ممكن يحصل على المحتوى العلمي بكل طرق بكل بساطه من خلال البيت، من خلال الموبايل فون اللي معاه، من خلال وهو في اي مكان، مش محتاج يروح المدرسه، مش محتاج يستنى المدرس، مشغول مش مشغول، مش محتاج اللي هو يستناه عشان يتلقى المعلومه، بل هو بالعكس هنطور الموضوع اكتر اللي هو يبحث عن المعلومه بنفسه. ثالث حاجه هو التعلم التعاوني. معنى التعلم التعاوني زي ما بيدخل على مواقع التواصل الاجتماعي ويتواصل مع اصدقائه ويتواصل ويتبادلوا الخبرات ما بينهم، هيتبادلوا الخبرات ما بينهم بس في خلال التعليم، من خلال الدروس اللي هو بيتلقاها من خلال العلم. طيب اهم التحديات اللي ممكن تقابلنا في تطبيق التعلم المدمج هي ايه؟ اول حاجه المشكلات التقنيه. المشكلات التقنيه بتتلخص في ممكن ولد الموبايل فون بتاعه فجأة باظ، او اللابتوب اللي عنده باظ، او حتى عندنا في محافظات كتير في الصعيد نسبة الفقر فيها عالية فممكن ما يستخدمش اصلا مواقع التواصل الاجتماعي. فممكن انا ما اقدرش اطبق التعلم المدمج في كل محافظة من محافظات الصعيد او في كل محافظات الجمهورية بشكل فعال، فممكن ساعتها ادخل وسائل تواصل بوسائل اخرى للتعلم في المدارس. ممكن نعمل حلقات نقاش مع مدير المدرسة مع المدرسين، نشيل الحواجز اللي ما بين المعلم وما بين الطالب، لان نشيل الحواجز بس بحدود بحيث ان الولد لا يتعدى على المعلم بتاعه ويكون ليه كل التقدير والاحترام، وفي نفس الوقت حاجة جديدة هما مش متعودين عليها فيتلقوا المعلومة بشكل افضل. اخر حاجة في التحديات هي الدافعية. ازاي اسير الدافعية عند الطالب وانا ما بشوفوش كتير او تركت جزء من وظيفتي انا كمعلم لوصل لمواقع التواصل الاجتماعي. ده هيتطلب مني انا داخل الفصل ان انا اسير الدافعية لدى الطالب باستمرار، ان انا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي بدل ما تستخدمها استخدام خاطئ، استخدمها استخدام سليم، بدل ما تشير حاجة انت مش عارفها ايه مصدرها وايه المعلومة اللي انت بتجيبها منها، لا شير حاجة تعليمية حتى تكتسب بها خبرات وتكسب زمايلك تضيف لهم شيء مضاف. في النهاية احنا كده خلصنا، بنشكر حضراتكم جدا. شكرا جزيلا لعمرو وهبة وهاجر. احنا سنعطي الفرصة للمتحدثين، احنا عندنا 35 دقيقة وست معقبين، سنمنح 20 دقيقة للسادة المعقبين و15 دقيقة للحضور الكريم من الشباب والمسؤولين، وسنلتزم بالقواعد، يعني سنكسرها في حالة واحدة إذا قرر السيد الرئيس أن يتحدث، يعني ده الحالة الوحيدة. أبدأ بعالمنا الكبير مرة أخرى الأستاذ الدكتور فاروق الباز، فليتفضل. أنا في الحقيقة رجع مخيلتي واحنا بنتكلم كده في الحاجات اللي عملتها امريكا في بداية النهضة العلمية والنهضة التكنولوجية دي، لان كانت روسيا سباهم بكتير. الرئيس كينيدي اللي هو خد اول مرحلة له كان هو سنة 60، كان هو لسه شاب ووسيم وظريف زي الرئيس عبد الفتاح السيسي كده، وعايز يدعم الشباب في البلد.
كان بيقول للشباب ايه، كان حاجة كده حلوة خالص عايز انا اقولها للشباب بتوع مصر عشان يسمعوا في معناها ايه. قال لهم لا تسأل ماذا تقدم لبلدي، اسأل نفسك انا اقدر اعمل ايه لبلدي. دي كلمة في نظري يعني انا هقولها لكم بالانجليزي كمان عشان قلتوها ازاي. بيقول لهم ايه، don't ask what your country can do for you, ask what I can do for my country. يعني دي اسأل نفسك، ما تسألنيش انت بلدك عملت لك ايه، اسأل نفسك انا اقدر اعمل ايه لبلدي. دي كلمة حلوة خالص الشباب بتوعنا كلهم واحد واحد واحدة واحدة لازم يعرفوا يسمعوا كلمة زي كده ويعملوا كده. الرئيس كينيدي لما بدأ في ناسا كان عمل برضو خط كده محدد، قال ان احنا في خلال العشر سنوات القادمة يعني العقد القادم هنوصل القمر ونرسل انسان القمر ونعيده حيا الى الارض. ادالهم وقت محدد، ودي كانت مهمة جدا لانهم كانوا شغالين ايام ايزنهاور كان في حاجتين بتوع الفضاء، واحدة في البحرية واحدة في الجيش العادي، والاثنين دي بيتنادلوا مع بعض. وهو قال ما ينفعش الكلام ده، خلينا نعمل واحدة واحدة ونعملها مدنية عشان تستغل مع الجامعات. هو ده اللي بدأ المشروع، قال لهم في خلال 10 سنين، هو ده اللي حصل 69 هي دي اللحظة. معنى كده ان احنا لما بنتكلم على عشان هنعمل ايه في السنة دي والسنة الجاية وعشرين تلاتين والكلام ده، دي مهمة جدا ان احنا نقول 2030 ده الخط بتاعنا اللي هنوصل له برقي، هنكون علمنا نفسنا وعلمنا اولادنا ومستعدين وصلحنا الاقتصاد وعملنا زراعة وشفنا ده وعملنا ده وعملنا ده ومستعدين بقى 230 هنبقى في موقف نحسد عليه، لان احنا قادرين ان احنا نوصل الى الى موقف نحسد عليه. معنى كده ان الواحد لازم يخطط ويعمل، وده كله في ايد الشباب. ليه؟ لان احنا ايام رحلة ابولو 11 بالذات احنا واقفين انا وشوية رواد كده وشوية من العواجيز بتوع ناسا، انا كنت في سنتها 29 سنة. وبعدين بنبص على الشباب اللي مشغل السفينة كلهم، اللي مشغلين الرحلة، شباب في الهيوستن سنتر اللي انتم بتشوفوه ده. وبعدين قلنا ده كلهم ده شباب صغير خالص. قلنا طب نيجي نحسب معدل السن بتاع منتظر السن بتاعهم ايه ده. ونزلنا كل واحد يمشي في صف، وانت سنك كام سنك كام سنك كام، نكتبها لحد ما رجعنا تاني وقعدنا. بس طلع منتصف السن بتاع الشباب اللي هم مشغلين الرحله كليه وتماما 26 سنه. معنى ذلك ان الشباب هم اللي يقدروا يعملوا الحكايه دي، لانه بيقعد 8 ساعات ما بيتحركش، لا يتحرك، يا ما واكل بسندوتش عالم كده قدام البتاع دي المشاهد، وشاهد ان دي شغلانه بالنسبه له مهمه جدا لان هو اللي ماسك مستقبل السفينه ومستقبل الرحله وكذا كذا. ومعنى ذلك ايه، ان احنا في الشباب شبابنا ورجاله وستات من احسن ما يمكن احنا بس ندي لهم الخطه وندي لهم المبدا ونقول لهم الارض بتاعتكم اهي دي بلدكم، اعملوا فيها زي ما انتم عايزين، اعملوا مستقبل لنا عظيم. وانا في نظري ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال ان احنا هنعمل المنتدى ده، انا قلت دي احسن حاجه نقدر نعملها، كل سنه نشوف عملوا ايه، لان هم دول الشباب هم المستقبل واللي يعملوه. الف شكر. شكرا جزيلا استاذنا الكريم دكتور فاروق الباز. الحقيقه وقت اقل من المقدر لسيادتك، فانا بشكرك على الالتزام بالوقت. الاستاذ دكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والدوله للبحث العلمي، 3 دقائق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم المدمج او البلندد، مش عايز اقول ليرنينج ولا تيتشنج، لان هو الاثنين موجودين. يعني هو الاول كان الكلام بلندد تيتشنج، يعني بنخلط انواع او بنستخدم التكنولوجيا الحديثه زي ما تفضل الشباب الجميل بالتعليم اللي هو المباشر فيس تو فيس. الكلام ده تيتشنج كتعليم وكتعلم. انا ممكن فيه كمان بلندد ليرنينج اللي هو انا اللي ابحث عن المعلومه مش المدرس بيديها لي. الخلط ما بين الاثنين في باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه هو ده البلندد ليرنينج او بلندد ايديوكيشن، التعليم المدمج. ممكن الخلط ده يبقى بنسبه 10 90 او 90 10 طبقا لظروف كثيره.
في المراحل التعليم الاولى، وانا هركز اكتر على التعليم العالي والجامعي، في مراحل التعليم الاولى لازم الفيس تو فيس يكون هو الاكتر، والطالب محتاج الاحتكاك المباشر ويبدأ يشرب التكنولوجي تدريجيا الى ان يصل لينا في الجامعات وهو عنده قدرة على انه يفكر ويبدع ويدور على المعلومة. ما ينفعش يجي لي طالب دلوقتي الجامعة ويقول لي فين الكتاب الجامعي، هو بيدور على وسيلة جاهزة. لو هو من الاول اتعلم انه بيبحث عن المعلومة هتتغير حتى الطريقة اللي بيفكر بيها. بس لازم ناخد بالنا من حاجة، ان التعليم المدمج لما بيزيد الجزء الالكتروني فيه هو بيزود الانوفيشن، بيزود الابداع، بيزود القدرة على التفكير، لكن بيقلل الجانب الانساني والعلاقات الانسانية والقدرة على التواصل مع الاخر. فهنا التوازن مطلوب ما بين الاتنين، لان هيبقى في حالة توحد مع الجهاز لو احنا اشتغلنا بنسبة عالية من الاستخدام الالكتروني. علشان نقدر نوصل لبلندد ايديوكيشن صح، في 6 حاجات لازم يتعملوا. اول حاجة الانفراستراكشر، لازم يكون في مقومات، تعني كهرباء، تعني شبكة انترنت عالية السرعة، تعني اجهزة كمبيوتر هاردوير. والحمد لله الثلاثة دول في الجامعات المصرية دلوقتي ما بقتش مشكلة خالص. السنة دي تحديدا احنا رفعنا قدرة وسرعة الانترنت في الجامعات المصرية بشكل غير مسبوق، اصبح يستطيع يستوعب اي داونلودز مطلوبة. عدد الاجهزة بتاعت الكمبيوتر في الجامعات المصرية كانت 2000 جهاز سنة 95، طلع 6000 جهاز سنة 2000، النهاردة اللي مربوطين بشبكة المعلومات الموحدة غير اللي مش مربوط 50000 جهاز. انا بتكلم عن الجامعات الحكومية وحدها. فاذا الانفراستراكشر موجود. الجزء الثاني السوليوشنز، لازم يبقى عندي السوفت ويرز والمادة، مش الهاردوير، المادة العلمية اللي موجودة اللي هشتغل عليها. وهنا هقف لحظة علشان معلش سعادتك تسمح لي بدل الـ3 دقايق و5 ها؟ دقيقة كمان. إذا أذنت لي. في حاجة اسمها الموكس، الموكس دي اللي هي الماسيف أونلاين أوبن كورسز. دي موجودة في العالم. سنة 2011 ابتدت جامعة ستانفورد بثلاث مقررات إلكترونية. النهاردة 2016 4200 مقرر إلكتروني فور فري متاحين للكل على قواعد البيانات العالمية. فاذا ده توسع بيزيد. السنه اللي فاتت بس زاد 1800 كورس جديد. استخدامنا لهذه القواعد مش مكلف. طب هل انا عندي كطلبه في الجامعات اقدر اعمل ده؟ احنا ابتدينا السنه دي مع الهيئه، مع وزاره الانتاج الحربي وشركه عديد من الجامعات، في بنوزع تابلتس. تابلتس زي ما بيحصل في عديد من الجامعات بره، الطالب بنشتغل دلوقتي على نظام التقسيط معاه ازاي؟ بحيث ان الطالب يبقى معاه تابلت من اول يوم ويستخدمه طوال الـ4-5 سنوات دراسية. جامعات خاصة وجامعات حكومية بدأت دلوقتي في هذه التجربة علشان تسهل على الطالب وجود الكلام ده. المقررات اللي موجودة دلوقتي في كل المجالات على القواعد البيانات، انا عارف انا طولت بس عايز اقول حتة واحدة، اللغة، هذه المعلومات اللي موجودة عايزة لغة كمان. هل هي موجودة بأي لغة؟ صحيح. اللغة الإنجليزية لوحدها 75% من اللي موجود، موجودة حاليا ب 12 لغة من ضمنهم اللغة العربية في بعض التخصصات. إذا محتاجين نتواجد أكتر، لكن ده خيار مصير، لابد من استخدام البلندد ليرنينج. أنا بسعد إن الموضوع ده بيطرح النهاردة من أبنائنا الشباب، لأن الموضوع ده مهم، وبدون الدخول في التكنولوجيا الحديثة إحنا عندنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا أعطيك فرصة هاجر بس بعد أن ينتهي المتحدثون ونسمع القاعة. الأستاذ الدكتور هلال الشربيني الهلالي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفضل يا فندم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو قبل انا بس الحقيقه قبل ما اتكلم على التعليم المدمج، فانا بس هعطي احصائيات سريعه كده في نص دقيقه. احنا عندنا 20 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي، وعندنا 450 الف فصل، وعندنا ما يقرب من 2 مليون معلم واداري. عندنا فجوه بين عدد الفصول وعدد الطلبه، الفجوه دي موجوده. في عندنا مشاكل متعلقة بالتعليم التقليدي، نعم في عندنا بعض المشاكل موجودة. احنا محتاجين التعلم المدمج ده، احنا محتاجينه، بس في التعليم قبل الجامعي احنا محتاجينه بحساب، لان التعليم قبل الجامعي مش زي التعليم الجامعي، لان انا بتعامل مع اطفال صغيرين في مراحل
الطفولة المبكرة بالذات، وبالتالي هنا أنا بيبقى عندي بعض الحاجات لازم أخد بالي منها. إيه اللي احنا عملناه علشان خاطر نستفيد من الكلام ده؟ احنا الحقيقة في وزارة التربية والتعليم كنا منتبهين للكلام ده. احنا بس النهاردة يعني اللي احنا فيه ده احنا رافعين 13 مقرر تفاعلي على موقع وزارة التربية والتعليم للمرحلة الابتدائية وتالتة اعدادي وتالتة ثانوي، وفي خلال 10 ايام احنا بنرفع 6 مقررات تانيين يبقوا 19 من مجموع 25 مقرر لستة ابتدائي تالتة اعدادي تالتة ثانوي، وده بيصب في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. وبالتالي هنا بنعلم الطالب ازاي يبحث عن المعرفة، مش بس هو يبقى متلقي للمعرفة، ان احنا بنعلمه ازاي يتعلم، مش ان هو يبقى فقط متلقي للمعلومة. ايضا احنا عندنا 53,000 مدرسة، 53,000 مدرسة دولت منهم ما يقرب من 50,000 مدرسة مدارس حكومية. هذه المدارس برضو احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا جميع مدارس الجمهورية نربطها ببنك المعرفة، ولما تتربط المكتبات بتاعة المدارس الحكومية ببنك المعرفة يبقى احنا بطريق مباشر وغير مباشر احنا بنعلم التلميذ ازاي هو يبحث عن المعلومة، ويتحول ايضا المعلم من معلم فقط هو مصدر المعلومة، ولكن ايضا مرشد بالنسبة للطالب لانه بيعلمه ازاي يحصل على المعلومة. بننشئ دلوقتي فرع لبنك المعرفة ايضا في وزارة التربية والتعليم، بحكم ان وزارة التربية والتعليم تقريبا بتتعامل مع كل المجتمع المصري، لان احنا عندنا 20 مليون طالب معهم اولياء الامور يبقوا 60 مليون، ومعهم ما يقرب من 2 مليون معلم واداري، يبقى تقريبا احنا بنتعامل مع معظم المجتمع المصري. كمان احنا عندنا المدارس اللي بالفعل احنا مركزين عليها قوي وكل الكلام ده هو متوفر فيها حاليا ومطبق فيها، يا مدارس المتفوقين ومعظم مدارس اللغات، يمكن لان البنية التحتية فيها افضل شوية من المدارس الحكومية. احنا عندنا بننتهي ايضا السنة ده عشان مسألة التقنية، لان احنا عندنا شرايح ايضا من الطلبة اللي موجودين في المناطق الفقيرة وفي المناطق النائية وفي المناطق اللي هي في الحدود، ما بيبقاش متاح له قوي مسألة ان هو يدخل على شبكة الانترنت. علشان كده ايضا احنا بننتهي السنة دي من ان جميع المدارس السنوية والمدارس الاعدادية يبقى فيها معامل كمبيوتر متصلة على شبكة انترنت. التمويل بتاعنا المتاح السنة دي مع اللي حصل السنة اللي فاتت بيخلينا جميع المدارس السنوية والمدارس الاعدادية في مصر يبقى فيها معامل ويبقى فيها ايضا اتصال على شبكة الانترنت، وده يخلينا احنا ننطلق في هذا الكلام. انا الحقيقة طبعا يعني في هذا الموضوع عندي فيه كلام كتير، يمكن بحكم ان هو مرتبط بنا بشكل مباشر، ولكن يعني انا بحترم الوقت. اشكركم. شكرا جزيلا سيد وزير الدكتور هوري الشربيني. تسمحوا لي اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي قناعة كاملة جدا بان التعليم هو الاساس، مفيش كلام، لكن انا هاخد من كلام الدكتور واقول له وبقول لكم كلكم بحسبة بسيطة. لو انت عندك 100,000 فصل كعشرين مليون طالب في التعليم، قول لي هتحط الـ200 دول ازاي لكل. حاضر من فضلك. انا سمعتكم، انا شفت تجارب الاخرين في كل دولة رحتها، وخلينا اقول لكم ان التعليم بس مش 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 معرفة علمية، هي صياغة شخصية. صياغة شخصية يعني في الاخر انا عايز اخد طفل عنده 4 سنين لما يوصل يبقى عنده 18 سنة يبقى مجموعة متكاملة من القيم والمبادئ والمعرفة. انا مش هخش في يعني مش الكلام اللي بقوله هو مجرد خواطر بحطها معاكم عشان اذا كنت تسمحوا لنا نضيف للي انتم بتقولوه حاجه. فشفت تجربه، انا ما بحبش اقول اسماء دول عشان ما يصحش. الدول اللي انتم تكلمتوا عنها في دول منها حطت التعليم اولويه اولى، بس يا ترى المصريين كانوا هيستحملوا ان هم كل الفلوس المتاحة وهي قليلة تتحط لده بس وبقية الأمور تستب؟ يعني هل النهاردة
لو عندي 3-4 مليون شاب عايزين يشتغلوا من اللي هم حتى ما خدوش قدر كبير من التعليم وموجود في المجتمع، يا ترى كانوا هيستنونا والبلد تبقى ثابتة، ولا كانوا هيخرجوا علينا عشان عايزين يعيشوا؟ من فضلكم، من فضلكم، ده مش ليكم انتم، ده من فضلكم بتتقال لكل مصري بيسمعني دلوقتي. الثلاثة اربعة مليون اللي اشتغلوا في المشروعات القومية اللي في الدولة دول كان في الاخر بيرجع بيته بسبعين جنيه بمية جنيه لأهل بيته يصرف اذا كان اخواته او كانت اسرته. طب انا كنت اقدر اقول له لا استنوا انتوا، استنوني 15 سنة قبل ما اعمل اصلاح للتعليم واحط كل موارد الدولة، وبقول له هي ايه؟ قليلة موارد الدولة حتى لو اتحشدت التعليم قليلة بكام ومنين؟ من فضلكم يا كل المصريين لازم تتعلموا كلمة بكام ومنين. مفيش حاجة اسمها ان انا اقول اطلق حاجة كده. طب من ايه الفكرة اللي حضرتك بتطرحها؟ لازم يكون بينها وبين تنفيذها جسر قابل للعبور عليه. ما تقولش فكرة وانا بقولش اي كلام، اللي ما يعني انا مش بعمل اسقاط على اي كلمة اتقالت قدام مني، انا بقول لكم خواطر انا شفتها لان انا معني بالموضوع، لان اللي في مصر دول ولادي وعايزهم احسن حاجة في الدنيا. بس ازاي؟ بس اعمل كده ازاي؟ الدول اللي انتوا بتتكلم عليهم دولة منهم كان عددها كلها على بعض 2 مليون، 2 مليون ومساحة ارضهم 700 متر. كانوا في قمة التخلف، 700 كيلو مساحة ارضهم وهم 2 مليون. اتحط البرنامج والناس مشيت، وكان في عنف، عنف في اللي محدش يتكلم. اقدر اعمل انا كده؟ حد يقبل كده لمدة 20 سنة؟ ارجو ان مش كل البنات تطلع انا ما قلت لان هتعرف مين انا بتكلم على مين. ادي واحدة فكله يسكت وهنعمل دي بس. حاضر، اقدر انا اعمل ده؟ لازم تحط ظروف مصر والتطور اللي حدث في الدنيا خلال السنين اللي فاتت كتجربة انتوا بتحطوها بتقدموها للناس على انها تجربة ممكن تطبيقها، تجربة ممكن استرشد بيها، لكن هي ممكن تتطبق في مصر ولا لا؟ ادي دولة. الدولة التانية اللي شفتها عملت حاجة تانية، قالت لا انا هعلم لغاية اعدادي بس ببلاش مجاني، هعلم لغاية ايه؟ اعدادي فقط مجاني. ووصلت الدولة دي بتقدمها الاقتصادي والعلم والتكنولوجي وخلت اللي بعد كده بتكلفته على الاسرة. طيب لما ده عملوا كده اول يعني وانا كنت بزورهم قالوا احنا خلاص هندخل التعليم الثانوي معانا مجاني. اقدر انا اعمل كده؟ ما دي تجربة. اقدر نقدر نعمل كده في مصر؟ ادي تجربة. التجربة الثالثة كانت لدولة قالت لا انا هعمل طبقة متعلمة تعليم راقي جدا وباقي المجتمع مش مهم، والطبقة دي هي اللي تقود المجتمع وتاخده لقدام، والباقي خلاص هي لما هتقود هتبقى تقدر تعمل نهضة، والنهضة تجيب قدرة، والقدرة اقدر اوظفها بعد كده لبقية الناس. اقدر اعمل كده في مصر ولا لا؟ فانا بس بقول لزميلي الدكتور وزير التربية والتعليم، بقول لحضرتك انا مش عايز فقط عقل متعلم، انا عايز انسان. انا قعدت في 3 ساعات في مدرسة ابتدائي في دولة اخرى ولقيت يعني التقنيات دي مش هي اللي بيتم فقط بها التعليم، انا لقيت بيعلموا ازاي السلوكيات، سلوكيات الناس، بيعلمهم يعني عملوا برنامج ازاي يخلي الولد ده يعتمد على نفسه، الولد ده يبقى قائد، الولد ده يقدر يحترم الاخرين، الولد ده حاجات كتير قوي، او البنت عشان بس الكلام يبقى واضح. قعدت 3 ساعات اتفرج عليهم ازاي حولوا الفكرة لاجراءات لما اتنفذت في الفصل اتعملت ده. بس قبل ما اعمل ده، قبل ما اقول ان انا مستعد اعمل ده،
يا ترى انا شفت الفصل ده كان فيه حوالي 20 لو انتوا اتكلمتوا على 20 يبقى عايز مليون فصل. منين وبكام اجيب منين وبكام المليون فصل عشان احط 20؟ او ما اقول ان انا هخليهم حتى على 3 مرات يبقى 250,000 لو قلت اربع مراحل او اربع فترات يبقى 250,000 فصل. انا عندي ده؟ لا. طب اقدر اعمله؟ لا. طب لا ليه؟ لان حتى المتاح من الموازنة كلها ما تقدرش تعمل لي كده. وانا بقعد اتفرج في على التلفزيون احيانا واشوف برامج او الناس بتتكلم منفصلة عن الواقع، منفصلة عن الواقع وبتزيف وعي الناس، تزيف وعي الناس لحجم التحدي اللي موجود فيك يا مصر. حد اتكلم على النمو السكاني كأحد أهم التحديات التي تحول دون تحقيق فكرة تعليم متميز في بلدنا. أقدر أعمل كده؟ خلي بالكم أنا بقول الكلام ده لأن الناس بتتكلم كتير وده كويس والموضوع هشغلها وده كويس، بس احنا لازم نحط كل الموضوعات. وبقول تاني منين وبكام؟ أنا مسؤول على ان الدولة دي ما تسقطش، مسؤول على ان الدولة دي تعيش. طب وتعيش ويبقى فيها تعليم جيد ويبقى فيها صحة جيدة ويبقى فيها شغل للناس اللي عايزة تشتغل في مصر ويبقى فيها اسكان للناس اللي عايزة يبقى ليها بيوت وعالج مشكلة العشوائيات. كل الكلام ده تحديات موجودة في بلدنا هنا، انت بتحطها ما تفصلش نفسك وانت بتتكلم عن التعليم عن بقية التحديات اللي ممكن تكون هتبقى معيقة او تسبب لك اعاقة، لك هتسبب لك اعاقة في تنفيذ فكرتك. عشان كده انا مش هطول عليكم كتير في الـ في الـ الـ الكلام عشان ما اخدش وقتكم، لكن انا بقول ان الموضوع اكبر كتير من الجلسة بتاعتنا اللي احنا عاملين فيها هنا. صحيح. وانا اقدر اقول يعني ده عايز حوار مجتمعي كبير وعايز كل المتخصصين يحطوا كل التحديات وكل الامال والاهداف اللي هم بيتمنوها ان هم يعملوها لفكره او لمساله التعليم في مصر. واسمحوا لي ان اقول انتوا هتكتبوا توصيات، خلوا اول توصيه مني لكم ان يبقى في حوار وفي مؤتمر اكبر كتير من كده يحط الكلام ده كله. وبالمناسبه لن نستطيع حل مساله بالمسار التقليدي اللي ممكن اي حد يمشي فيه، يعني 1+1=2. انا مش عايز 1+1=2، انا عايز 1+1 يبقى 3 ويبقى 5 ويبقى 7 ويبقى 9. يبقى ده مش هيبقى تقليدي خالص، مش هيبقى تقليدي خالص. ان سمحتوا لي ان انا اضيف ده لحضراتكم كافكار انا شفتها بنقلها لكم. انا شفت الناس وكنت بسأل انتوا عملتوا ايه؟ ليه؟ عشان مش احنا بنحلم لبلدنا؟ هو الحلم كلام؟ الحلم مش كلام، الحلم ان حبيت نفسك انسى بلدك، ان حبيت نفسك انسى بلدك. مش هتنفع، حبها هي الاول ومستعد تقدم لها هي الاول وتنسى نفسك ان شاء الله هي هتتقدم. حجم التحديات اللي في مصر مش بس على قد التعليم، هي الثورة قامت في مصر دي في مرتين، ده معناه ان حالتنا وصلت لمستوى من التردي كبير، مش كده برضو ولا ايه؟ طب نقطة الانطلاق ايه؟ نقطة الانطلاق جاية من تحت قوي، ده في كل المناحي. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول ان مادام حصلت ثورة يبقى في تراجع كبير جدا في مقاومات وقدرات الدولة. يبقى هنبدأ منين؟ أنا بادئ منين؟ احنا بادئين من تحت قوي في كل المجالات. انت هتعلم بمدرس، كل التقدير والاحترام للمعلمين، المعلم ده اتعلم على مدى 20-25 سنة، يا ترى كان مستوى التعليم اللي بيقدم له ايه عشان ما نظلموش؟ مش كده برضه ولا ايه؟ وفي الاخر هو عايز يعيش، عايز يبقى ليه بيت وعايز يبقى ليه اسره.
تقدر تقول له انسى ده عشان نطلع اجيال، الاجيال تقود مصر بمستوى تعليم متقدم، ويبقى في جيل او جيلين او ثلاثة يمكن ما ياخدوش حظهم. عشان كده بقول ان احنا ان سمحتولي من فضلكم الموضوع ده اكبر كتير، اكبر كتير. حطوا التحديات اللي موجودة، حطوا الظروف المحيطة ببلدنا، حطوا قدرتنا الاقتصادية في الموضوع، ثم تقولوا ايه المحاور اللي احنا ممكن نتحرك بيها. وارجو ان احنا نكون واحنا بنطرح الحلول نطرح حلول قابلة للتنفيذ. حطوا الصورة قدام بعض، الصورة كاملة كده، وبعدين نقول في الاخر خالص التوصيات ديت لابد من تنفيذها. بالمناسبة المجلس الاستشاري للتعليم شغال في الموضوع ده بقاله سنة. بقاله قد ايه؟ سنة. عشان يبقى في نقطة انطلاق نتحرك عليها لما نطرحها تبقى قابلة للتنفيذ. افرزت بنك المعرفة اللي احنا بنتكلم عليه، وده يعني اتاح حجم كبير جدا جدا من معرفة للعالم كله، من العالم كله لينا وللجامعات ولكل من معاه تليفون في مصر يستطيع ان يدخل ويشوف حجم معرفة موجودة بتاعت العالم لجامعات ومراكز ابحاث. كل ما هو متاح موجود عندنا هنا في مصر، متاح لكل من يحمل تليفون يستطيع ان يدخل على المواقع دي ويشوف فيها اللي هو عايزه من سن ال يعني الحضانة زي ما بيقولوا لغاية الجامعة وما بعد الجامعة كمان. انا ارجو اني ما كنتش طولت عليكم، وارجو ان يكون كلامي اضاف حاجة لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة الرئيس على هذه المداخلة القيمة والضافية. سنستمع فقط في دقيقتين دكتور مجدي مرشد والسيد النائب، ثم نستمع الى الشباب. تفضل دكتور مجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، شبابنا الغالي مبعث املي شخصيا وطموحي وبصيص النور اللي موجود في مصر في الفترة دي، واللي كلنا الحقيقة حاطين امال كتير عليكم. النموذج اللي انا شايفه النهاردة في وجود قائد هذه الامة في ندوة للاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ونظرته للتعليم بالشكل ده، بتقول لكم مصر جاية، وجاية بيكم انتم مش بينا احنا، جاية بيكم لان انتم اللي هتعملوا مصر زي ما كل شباب مصر دايما عملها في المرات اللي فاتت. التعليم محتاج كتير فعلا مع الرئيس. انا بس بقول من التعليم في الدقيقة، انا عايز شخصية مصرية، الهوية المصرية من التعليم تعود مرة اخرى عشان نطلع امثال عالمنا العظيم فاروق الباز، عشان نطلع قادة زي اللي بنشوفهم دلوقتي. لازم ترجع التعليم تاني لخلق الانتماء لمصر. احنا زمان كان بيكتبوا على الكراسة الخضراء الميثاق والحاجات وقوانين ومش عارف ايه، وكان بيكتبوا اغسل ايديك واشرب لبن، وكان بيكتبوا لنا حاجات بتعلمك ازاي تبقى نظيف، ازاي تتعامل مع جارك، ازاي تتعامل مع اللي جنبك، ازاي تتعامل مع زميلك. نظام التعليم وسهل جدا دون تكلفه، منهج التعليم يجب ان يتغير تماما ليخاطب العقليه المصريه اللي في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي محتاجه فعلا انتماء ثم انتماء. انا بقول لحضراتكم شبابنا العظيم اللي انا متاكد ان كل واحد فيكم هنا النهارده يطلع يقول للي بره اللي مش موجود معانا ان مصر بخير، يطلع يقول لهم ان قائدهم قاعد يهتم بالتعليم، يطلع يقول لهم ان مصر امام، يطلع يقول لهم ان مصر جايه، مصر مش رايحه ولا عمرها هتروح. انا بقول التعليم محتاج كلنا كلنا نيجي على نفسنا. فخامة الرئيس، لو قلت المصريين اصبروا هنصبر، لو قلت اتحركوا هنتحرك. الشعب ده معدنه نظيف، معدنه نظيف، معدنه. يا مصريين اصبروا، نصبر يا هنا، نصبر بجد. بس في حاجتين نحطهم في اولادنا فعلا، وحضرتك انا لمحت لهم. نحط التجربه الرابعه، حضرتك قلت ثلاث دول، خلي مصر تجربه، نهتم ببناء الشخصيه، نهتم بالهويه المصريه، نهتم بالانتماء والقدوه. المعلم يجب ان نعيد صياغة المعلم مع الوزير ليصبح قدوة كما كان المعلم فعلا لما بيبقى قدوة. الفيس تو فيس والدمج الالكتروني ده موضوع كويس قوي، لكن محتاج امكانيات مادية، وممكن يجي على سنين طويلة ونتناقش فيه في جلسات كبيرة. بس حاجتين فخامة الرئيس، شكرا دكتور مجدي. الصحة والتعليم مهمين جدا. هقول بس حاجة صغيرة، لان انا دايما بقول ان المعلم لازم اهتم بيه كويس قوي، ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذ هم لم يكرما، فاصبر لدائك ان اهنت طبيبا، واصبر لجهلك ان جفوت معلما. شكرا جزيلا دكتور مجدي مرشد.
رئيس اللجنه الصحيه بمجلس النواب. معلش انا بعتذر لحضرتك المتحدثين الاخيرين، دايما المتحدث الاخير بيكون مظلوم. دكتور عبد الله في دقيقه لو سمحت. دكتور عبد الله علي ابو مجلس النواب اتفضل. شكرا مستمعي ابراهيم. في الاول يعني انا تسمحوا لي بس ان انا هاخد كلامي من كلام فخامه الرئيس، ان احنا عندنا مشكلتنا في التعليم هي مشكله ثقافه التعليم. احنا ولادنا نفسهم يعني دي النقطه اللي احنا حاسينها، احنا ولادنا اللي بيدخلوا التعليم. طبعا التعليم المدمج اللي قالوه الشباب في البرنامج الرئاسي طبعا مهم، ده بقى الواقع، الواقع اللي احنا لازم نعيشه ولازم نحس بيه. لكن احنا ولادنا اللي بيدخلوا المدارس، هل احنا بندخلهم المدرسه دي ليه؟ يعني ايه اللي عايزه من التعليم؟ هو انا لو فقدت الهدف اللي انا عايزه من التعليم مش هوصل لنتيجه. وانا شايف من وجهه نظري ان هي دي المشكله اللي احنا بنعانيها دلوقتي. احنا لو بيدخل ولادنا، هل هو مشكلته انه ينجح في امتحان او ياخد شهاده عشان يستنى وظيفه من الدوله عشان او وظيفه حكوميه عشان يبقى روتيني ونمطي؟ انا بزرع في ولادنا من اول ما بيدخلوا النمطيه والروتين. انا لازم اقضي على حاجه زي كده، اقضيها زي الطفل اللي قال عليه فخامه الرئيس يدخل سنه 4 سنين. من هو ده انا بعلمه اللي هو محتاجه، اللي هو محتاج هيدي بيه بلده، ان هو يتعلم ازاي يحب بلده وازاي هيقدر يديها. فانا لو قدرت ان انا كفايه عليا حتى في المرحله الاساسيه ان انا اعلمه النقطه دي، انا شايف ان احنا في الفتره الحاليه دي هنبقى نجحنا. واعتقد دي مش هتفرق معايا اذا كان الفصل فيه 100 200 300 400، انا هعرفه بس عايز اوصل له معلومه. انت داخل تتعلم، اللي هتتعلمه ده هتطلع بيه تفيد بيه بلدك، وهتطلع بيه تأدي بيه دورك الوطني اللي انت هتقدم بيه اللي انت عايزه لبلدك. الكلام ده هنشوفه ان احنا نقدر نطبقه على مراحل كتير. التعليم الفني مع رغم تطويره ومحاولات تطويره في المراحل اللي فاتت دي كلها ما اداش نتيجه، اللي انا برضه بفقد بيه الهدف. انا عايز اقول ايه الدوله محتاجاه، وانا متاكد ان احنا هنلاقي شبابنا واولادنا اللي هم هيبقوا موجودين وهينجحوا، هيقدروا يقوموا بالدور ده وهيوصلوا مصر للاحسن، واللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. اخر المتحدثين في المنصه الاستاذه انجي محمد فران من حزب المصريين الاحرار، اتفضلي استاذه انجي. مايك تايم. هو انا عايزه ابدا بكلمه ابدا انطلق. انا معلمه بقالي 16 سنه. احنا محتاجين فعلا جيل مبدع. لو ما ربناش جيل على الابداع مش هنوصل لاي حاجه. التكنولوجيا جميله والفيسبوك وتويتر وكل الحاجات دي جميله، بس انا عايزه اربي ولادي ماذا بعد النظريه؟ انا اديتك النظريه هتزود عليها ايه؟ انا اديتك الفيديو انت هتعمل ايه بعد ما تتفرج على الفيديو؟ المشكله طبعا منظومه التربيه والتعليم في مصر عندنا فيها مشاكل كتيره جدا، بس من رؤيتي البسيطه احنا عندنا كارثه بتقول ان احنا زي ما حضره الرئيس قال عندنا حلول بنعملها وهي غير قابله للتطبيق، بتعد اهدار للمال العام، واحيانا بتكون حلول براقه وقابله للتطبيق ولكن التطبيق يجي غلط، زي مثلا منظومه التقويم الشامل اللي كانت قد ايه كويسه، كنا بنعمل من خلالها تعلم نشط وتعلم تعاوني وتعلم اقران، وكنا بنشجع فيها الولاد على الابداع، ولكن للاسف التطبيق الخاطئ وصلها للفشل رغم انها كانت حاجه محترمه جدا. بالنسبه لموضوع منين وبكام، انا اشتغلت في مناطق نائيه جدا، منها مناطق فقيره جدا الولاد فيها ما كانوش حتى بيملكوا جهاز الحاسب الالي، ولكن انا اصنع، اذا انا اتعلم ولا انسى ما تعلمت. كنا بنستفيد بكل ما هو موجود في البيئه، كنا بنستفيد من العصيان المرميه في الارض، من بقايا الورق، كنا بنجيب كل حاجه، وبعد ما بناخد الدرس بنقول ضيف لدرسك اللي فهمته، اعمل بيه عمل حتى لو كان رسمة، اعمل بيه حاجة تقول لي ان انا انت فهمت. بس اهم حاجة كنت ببقى حريصة، وغير كتير من معلمين مصر اللي يمكن الناس مش عارفة دايما واخد عنهم فكرة، لكن لا، التعليم يحتاج اولا الى انسان بيحب البلد، عنده استعداد ان يبنيها، شايف ان ولاد مصر الصغيرين اللي موجودين في المدارس هم دول املها، مصر ان احنا نبني جيل مبدع خلاق. انا عايزه ولادي اللي انا بعلمهم في المدارس بكره يطلع منهم المخترع والعالم اللي يشيل البلد. بس هو ده اللي احنا محتاجينه، انسان بيحب مصر. شكرا. طيب انا بعتذر الحقيقه للمنصه الكريمه، لان عفوا للساده الحضور الكريم من الشباب، احنا ملتزمين بجدول اعمال. في الختام فقط ياذن لي سياده الرئيس ان استعير تعبيره ان مصر لن تسقط، وان مصر لا تركع لغير الله. ومعلش احنا الواحده بس لازم نغادر القاعه.
ونحيل منتدى الحوار الوطني لشباب لبرنامج شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب اللي حضرتوه وفاجئكم فيه سيادة الرئيس الحقيقة بدون سابق انذار في نهاية يوليو في عام في هذا العام، وأذهلتونا بنموذج محاكاة الدولة المصرية. كنت دايما بختم بأبيات شعرية لشاعرنا الكبير فاروق جويدة بيتكلم فيها عن مصر، بيقول فيها: لا تنظري للغيم إن نهارك آت ليملأ بالشموس سماك، كم زارنا زمن قبيح عاصف وأطل سيف صارم وحماك، يا جنة الدنيا وتاج زمانها الله في كل الخطوب رعاك. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.